السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الطالبة نورة فالح العازمي. اليوم راح نشرح في هذا الفيديو عن موقع جديد ومفيد وسهل الاستخدام في نفس الوقت، هو موقع kizoa.com. هذا الموقع يحتوي على العديد من يعني الأشياء المفيدة التي تفيد في العملية التعليمية للمعلم وكذلك للطالب، وله أيضا استخدامات أخرى غير التعليم نقدر أن نستخدمه لحياتنا يعني اليومية، إضافة صور كذكريات، إضافة مثلا مقاطع فيديو. طبعا هو يستخدم استخدامه في شنو؟ أعداد مقاطع فيديو قصيرة أو مقاطع فيديو قصيرة أو إدراج يعني الصور اللي عندنا على شكل فيديوهات، كذلك يمكن استخدامه في الإعلانات وأشياء أخرى مفيدة. طبعا هذه مثل ما أنتم شايفين هذه واجهة البرنامج. راح نبدأ فيها الفيديو، راح نشرح عن كيفية شرح يعني مبسط عن كيفية استخدام هذا البرنامج، وشلون انتو تقدرون تسوون من الصور اللي عندكم على الكمبيوتر او الصور تقدرون تدرجونها انكم تسوون منها فيديو يحتوي فيديو على شكل يعني شكله جميل في هالبرنامج. بس ننطره يتحمل. طبعا بعد ما اتحمل عندنا هذه واجهة الموقع مثل ما انتم شايفينها. عندنا اول شيء نيو، نقدر نضيف شيء جديد، وعندنا هذه الادوات نقدر نضيف حركات وتأثيرات وإفكت على الصور، وهني عندنا طبعا آد فوتوز وفيديو نقدر نضيف الصور. راح اشتغل طبعا في هالمقطع على الصور كيف ان نسوي منهم مقطع فيديو، وراح نتعلم شلون ان نصمم عليها حركات ونضيف لها صوت. في بعض الصور راح تكون جاهزة من عند يعني التأثير راح يكون جاهز من عند البرنامج. كل شيء راح يوضح من خلال التطبيق. طبعا اول شيء ندش على اد فوتو، بعد ما ضغطنا عليه راح يطلع لنا choose photo for، يعني ناخذ الصور من خلال، طبعا نقدر ناخذها من فيسبوك اذا عندكم حساب، او عندنا ماي كمبيوتر. طبعا راح ادش على ماي كمبيوتر، راح ندش على الكمبيوتر وراح أدرج لكم هذه الصورة مثلا. راح يتم الحين مثل ما انتم شايفين إدراج الصورة. طبعا هذا بعد شوي راح نتكلم عنه، بس مثل ما انتم شايفين احنا الحين ادرجنا الصور، بس انا لازمها ابي صور يعني كذا صوره عشان يكتمل عندي الفيديو. راح نطق اد فوتو، وهم مثل الطريقه ماي كمبيوتر، راح ادرج الصور اللي انا ابيها. راح تنضاف عندي تلقائي أو مع بعض، وبعد ما تنضاف عندي راح يطلع لي صندوق. هذا الصندوق عبارة عن أن أنا من نفسي أقدر أسوي الفيديو. يعني شنو أنا من نفسي أقدر أسوي الفيديو؟ يعني أنا أحط حركات الفيديو اللي أنا أبيها، أنقي كل صورة شنو الحركة اللي أنا
أبيها، وأقدر أنقيها الصوت اللي راح يندرج في الصورة، كل شيء أنا أسوي. هذا الصندوق الأول راح نتكلم عنه طبعا بالفيديو الثاني أو بالمقطع الفيديو الثاني. وفي عندنا هذا البوكس هام يتكلم عن ميك كوليج، يعني أنا أنقي في ديزاين موجود فيه، مثلا في البرنامج، في الموسيقى نفسها، في الحركات نفسها، بس أنا أخذه جاهز. يعني شلون أخذه جاهز؟ راح أخذ الصور اللي أنا درجتها، صور الأزهار اللي قبل شوية درجتها، وراح أنقي الديزاين عندهم، راح يصير الفيديو جاهز ولا أضيف ولا شيء من عندي غير عن هذا. وهني أقدر إذا أنا بضيف هم صور. راح طبعا نتكلم الحين عن البوكس هذا. هني عندنا بعد ما أضفنا على موف، لحظة خليني أبين لكم، بعد ما أضفنا على موف نقدر موف ميكر راح نضغط على الثيمز، يطلع لنا عندنا ثمان ثيمات أو أكثر من ثيم، عندنا ثيمات متنوعة. راح نضغط على هذا الثيم نشوفه. طبعا الثيم اللي عجبنا راح ننقي، يعني مثل ما انتم شايفين في اشكال وانواع كثير. طبعا هذا الصوت، هذا الصوت، طبعا انا كتمت الصوت. هذا في اصوات يوجد اصوات مدرجة مع الثيمات الزاهبة مثل ما انتم شايفين. في كذلك هذا الثيم راح نشوفه، في انواع الثيمات اللي احنا اذا حابين ندرج فيها الصور. راح طبعا مثل ما انتم شايفين عندنا كثير من الثيمات الزاهبة أو الجاهزة في البرنامج. راح ننقي أحد الثيمات ونشتغل عليه في الصور الموجودة عندنا. طبعا هذا عن زفاف أو شيء، بس إحنا راح ناخذ شيء يعني عادي، إذا مثلا يسوون إعلانات أو شيء مفيد. طبعا أنا كاتمة الصوت وفيه موسيقى، بس أنا كاتمة الصوت. مثل راح ناخذ هذا الثيم طبق عليه، راح نضغط next، بعدين select all، راح نضغط next. مثل ما انتم شايفين قاعد يتحمل عندي، هذا هو الفيديو مالي. راح نسرع، مثل ما انتم شايفين هذه اللي موجودة عندي، صور ملوتي اللي موجودة عندي. وطبعا نقدر ننزلها أو نحفظها أونلاين أو على الفيسبوك، الإيميل، يوتيوب، ونقدر نداونلود، ونقدر نعدل على الفيديو أو سيف، أو عندنا هم ديليت. طبعا مثل ما انتم شايفين احنا إذا نبي نعدل أو نعدل على الفيديو نضغط هذه، هذا هو الفيديو موجود عندنا. كل صورة
مع التأثير أو الإفكت مالها. راح نتعلم إذا مثلا الموضوع كله عاجبني ولكن أنا أبي صورة الأخيرة هذه مثلا أبيها تكون في البداية أو أماكن الصور هو اللي مرتبها لي، أنا أبي أغير أماكنهم. راح مثلا ناخذ هذه الصورة نسحبها نحطها في البداية، ناخذ هذه الصورة ونحطها هنا. شفت شلون جت هني؟ يعني تكررت عندي، أو أني مثلا أخذ هذه الصورة وأحطها هنا، صارت عندي صور. طبعا كذي أنا أقدر أعدل فيهم وأقدر أضيف التأثيرات اللي أنا أبيها. مثلا هذا التأثير عشان يبين، راح أبي يكون مو هذا التأثير، هذا التأثير أبي يكون هني. أو نحط هذا هني، نحط هذا هني. طبعا هو يبين عندنا هني، يعني نشوف شلون طريقة الصورة راح تطلع، يعني إذا وقفنا هني شلون راح يطلع، أو وقفنا هني شلون راح يطلع، أو مثلا نوقف هني راح يبين لنا شلون الصورة راح تطلع هني. ناخذ هذا التأثير مثلا نحطه، يعني مثل ما احنا نعدل بفيديو الجاهز بس بأشياء بسيطة، بحيث ان لمساتنا عليها ولكن هو يسمى جاهز. راح نشوف. طبعا احنا حطينا الثانية هي زهرة، الزهرة هذه الحلوة، وهني البنفسج. راح نشوف تعديل هذا الفيديو، نطق بلاي. الحركات اللي احنا ضفناها هذه هي الورود اللي احنا سويناها. مثل ما قلنا طبعا نقدر نضيف صورتين او الحركات اللي احنا نبيها، فيها طبعا صوت، بس انا كاتم الصوت بس عشان ابين لكم انه أقدر الصوت موجود. هني عندنا هنا طبعا أربع صور. هني نقدر مثل ما قلت لكم قبل شوي نقدر نحفظها على الأونلاين، الفيسبوك، على الإيميل واليوتيوب، وهم على موقع السي دي والدي في دي وداونلود طبعا، أو سيف مثل ما احنا شايفين. طبعا احنا تعلمنا قبل شوي شلون احنا من خلال هذه الصور اللي عندي على الكمبيوتر اني اسوي فيديو قصير. طبعا انا اخترت الازهار، نقدر نحط مثلا صور اطفالنا، نقدر نحط الدرس المطلوب على المعلم، نقدر نحط اعلان، او صورنا من الطفولة يعني للكبر. نقدر نستخدم هذا البرنامج في أي شيء مفيد احنا نحتاجه. احنا قبل شوي شرحنا عن استخدمنا الفيديو أو المقاطع الذاهبة في البرنامج، كيفية ان احنا من خلال إدراج لنا الصور الموجودة في الكمبيوتر استخدمنا ديزاين أو تأثيرات موجودة في برنامج ذاهبة، ولكن أضفنا عليها بعض اللمسات الفنية مثل غيرنا مثلا أماكن الصور أو التأثيرات الموجودة. ولكن في الفيديو القادم راح نتعلم إحنا كيفية أن نضيف أو نصنع الفيديو اللي إحنا نبي من نفسنا، يعني التأثيرات ما تكون ذاهبة عندنا ولا الموسيقى تكون ذاهبة. راح نتعلم شلون إحنا نصنع الفيديو من نفسنا، وإن شاء الله يكون الشرح واضح وكافي عندكم.
طبعا الأدوات أتوقع أنها كانت واضحة بالنسبة لكم، وهني نقدر نعيد تشغيل الفيديو، وهني نقدر نضيفه نسيفه إذا تبون، وهني نقدر هم نضيف اللي إحنا نبيه، وإن شاء الله أكون كفيت ووفيت بالمعلومات. وشكرا لحسن استماعكم.